المحلي الرابع وفي ثالث ايام تنطلق منافسات سن اللقاية. على بركة الله متابعين الكرام ينطلق قبل لحظات شوطنا الرابع، شوط خاص بفئة القعدان، وسيارة هناك للفائز بالمركز الأول نيسان بترول تيتو في الانتظار. نسير مشاهدين الكرام إلى البداية نتابع الصدارة وأول المراكز. هنا دينار لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد المري على الصدارة والبداية، بينما ثاني المراكز وتابع مشاكل هنا خالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي مع مشاكل هنا مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء وتابع اكسبو سالم بن عبيد بن مسعود العذبة القادم والمنطلق مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء يصل رمز محمد بن صالح بن سالم النابت المري، وخامس الأسماء مشاهدينا الكرام وتابع التقدم مثير لمحمد بن علي بن سويدان الغيثاني هنا القادم والمنطلق مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط. مسيرة الأربعة كيلومترات الحافلة بهذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذه الأشواط. أعود هناك مع البداية والصدارة، شعار بن حلفان هناك ينطلق على أول المراكز. دينا راشد بن عبد الله بن علي المري هنا مع البداية والصدارة، ولكن شوف القادم، شوف التقدم من اكسبو يريد ان يكسب ناموس هذا الشوط القادم بشعار سالم بن عبيد بن مسعود العذبة هنا مع ثاني المراكز، بينما ثالث الاسماء وتابع التقدم من طيار يصل بشعار المسند ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند القادم هنا نحو الصداره من ينطلق بالبدايه، ولكن وتابع التقدم وصل لهب حمد بن مسلم بن علي العجب القادم مع ثاني المراكز. الله وصلت الاسماء وتابع القادم في هذه اللحظات، وصل رعد راشد بن مبارك بن راشد النعيمي يصل بهذه اللحظات، وصل ايضا هنا وتابع التقدم من هنا ايضا كولي سعيد بن صالح بن سعيد العيده القادم هنا في هذه اللحظات. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات مشاهدينا الكرام، ولكن اعود الى البدايه هناك 1200 ما تبقى عن خط النهايه، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط، ولكن طيار يطير بالناموس، يطير هناك بشعار المسند ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ولكن الله لهب 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 قادم في هذه اللحظات حمد بن مسور بن علي العجب المري، ولكن هنا وتابع القادم من الجانب الاخر هناك والتقدم، وصل رعد القادم في هذه اللحظات راشد بن مبارك بن راشد النعيمي، وتابع شعار اللورد ايضا بدا بالاقتراب والقادم في هذه اللحظات شعار ايضا بالثلاب، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى مقدمه الشوط، رعد على الصداره، رعد على البدايه راشد بن مبارك بن راشد النعيمي، ولكن الله اللورد قادم في هذه اللحظات يقدم شعاره مع ثاني المراكز سعيد بن صالح بسعيد العيده. الله الله الله، ولكن رعد ولكن الله اللورد هنا مع كولي ايضا من ينطلق الى الصداره، من يغادر مع هذه اللحظات، من يظفر بناموس هذا الشوط. الله الله الله، هنا مع هذا الانطلاق الممتاز بشعار سعيد بن صالح بسعيد بن محمد العيده يغادر هنا نتابع هذا الاداء الممتاز هنا مع انطلاقه كولي على الصداره، من يظفر بناموس هذا الشوط. مشكور يا ابو راشد حمد بن راشد بن رايه المري من يتابع هذا الشعار، بينما ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام رعد لراشد بن مبارك بن راشد النعيمي، وثالث المراكز كان الوصول
الوصول من خداع حمد وصالح بن هادي اليامي ورابع المراكز. وصل اكسبو سالم بن عبيد بن مسعود العذبة وخامس المراكز. وصل مشاهدين الكرام، وصل طيار لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. اذا مشاهدين الكرام تابعنا الكولي ايضا ولحظة وصوله وانتزاعه ناموس هذا الشوط، 5 دقائق 54 ثانية واربع اجزاء من الثانية. نهني ايضا اللورد ونهني سعيد بن صالح بن سعيد العيدة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز، وصل مشاهدينا الكرام رعد بتوقيت 5 دقائق 56 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. نهني راشد بن مبارك بن راشد النعيمي. وثالث المراكز كان الوصول من خداع 5 دقائق 59 ثانية وجزء واحد من الثانية. نهني حمد بن صالح بن هادي اليامي. تهاني